مشاهدينا أسعد الله مساءكم. كانت الثلاثاء 34 من حركة طلبة الجزائريين حاشدة في معظم ولايات العاصمة في معظم الولايات والعاصمة، وعلى عكس الأسبوع الماضي لم تستخدم قوات الأمن ضد المتظاهرين العنف، وانضم المواطنون إلى المتظاهرين باستثناء حالات منفردة مارست فيها قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين كضرب عجوز تم تصويرها وتوثيقها، وربما سنتمكن من تحصيل هذا الفيديو لاحقا. وهتف الطلبة بشعارات مناوئة للنظام ومؤكدة على استمرار نضالهم السلمي إلى غاية افتكاك مطالبهم. وتصادف ثلاثاء الطلبة مع عودة خطابات القائد صالح قائد الأركان الذي غاب نحو أسبوعين وعاد بحوصلة كاملة لحكومة تصريف الأعمال، تحدث عن كل شيء وفي كل شأن، ورد على احتجاجات الأحد التي خرجت للتنديد بقانون المحروقات، وأكد أن رؤية المؤسسة العسكرية للحل هي الصائبة والناتجة عن الثقة العالية بين الشعب وجيشه، وكبد ضباط القوات البحرية عناء كتابة ما لا اختصاص لهم به. وقبيل خطاب القائد صالح وقعت 20 شخصية وطنية من بينها أحمد طالب الإبراهيمي وعلي يحيى عبد النور. ومن أهم النقاط التي جاءت في البيان، قالت الشخصيات الوطنية أو دعت الشخصيات الوطنية لضرورة استمرار الحراك الشعبي، وأشادت بوعي المتظاهرين وأهمية الحفاظ على سلمية مسيرتهم. وجاء في بيان الشخصيات الوطنية المغامرة بانتخابات رئاسية دون توافق وطني مسبق هي قفزة في المجهول، والجميع يقف على حقيقة النظام الذي لا زال يحتفظ لنفسه بمبدأ الرعاية الحصرية للشأن السياسي. وكما جاء أيضا في بيان الشخصيات، الدستور مجرد وسيلة في يد من يملك القوة وأداة لكبح ديناميكية التغيير السلمي. واعتبرت محاربة الفساد التي تقودها السلطة تقتضي أولا محاربة الاستبداد السياسي، ودعا البيان للتداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات واحترام استقلال القضاء وحقوق الإنسان. ودعت الشخصيات لإطلاق سراح معتقل الرأي فورا وبدون شروط، كما دعت للكف عن تقييد حرية التعبير لا سيما في المجال السمعي البصري العمومي والخاص. وقالت الشخصيات في بيانها إن السلطة تمارس التضليل باسم الشرعية الدستورية، وأن الدستور أصبح لعبة السلطة المفضلة، والحراك الشعبي السلمي مكسب حضاري أثر إعجاب القاسي والداني، وليس من مسؤولياته أن يعطي حلولا سياسية جاهزة، وإنما دوره الأساسي يتمثل في تغيير موازين القوى ميدانيا. ودعت الشخصيات لاحترام حق التظاهر السلمي وعدم تقييد حرية العمل السياسي. والآن نشاهد بعض مظاهر الثلاثاء 34 من حراك الطلبة. Yeah.
إذن وينضم إلينا الأستاذ سفيان هداجي الناشط الميداني من العاصمة. أستاذ سفيان أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. سفيان هداجي، كيف تصف لنا هذا الثلاثاء 34؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يوم الثلاثاء كان قوي جدا هذا اليوم كعادته، وكعادة الطلبة بارك الله فيهم، كل يوم ثلاثاء يخرجون يعني بكثرة من أجل المطالبة بحقوقهم، من أجل المطالبة. كل يوم ثلاثاء يعني يطالبون بما قامت به السلطة، يعني يطالبون بحقوقهم. خاصة أظن أنه اليوم كانت أكثر كانت قوية جدا، لأنه خاصة بعدما نشر أحد المحامين رسالة يقول فيها أنه لما راح يزور الطالبة لقاها يعني ماهيش مليحة، في حالة نفسية كئيبة، لقاها في حالة نفسية يسمى يرثى لها، حتى يقول هو أني مع كل السنوات اللي هو يمارس فيها المحاماة كان يعجز على باش يهضر مع الطفلة هذه بطرابور الحالة اللي كانت فيها. أظن أنه الطلبة زار قراوا الرسالة ويسمى وشافوا زميلات من زميلاتهم كيفاش هي تعاني في السجون من أجل كلمة واحدة، هي أنه لازم يحاسبون، أي لازم يحاسب الفاسدين، فزج بها في السجن في الحراس مسكينة. ربي يفك صراحها ويفك صراح جميع. طيب هل عندك اسمها أستاذ سفيان؟ اسمها والله غير نسيت اسمها، تسمى نادية والله. أوكي سنبحث عن اسمها. نسيت اسمها لأنه كتبوا عليها يعني نشروها بزاف الإخوة البارح، الرسالة اللي كتبها المحامي. طيب شكون المحامي تاعها سفيان؟ محاميها من هو محاميها؟ اسمه حفيظ عبد الحفيظ. دقيقة واحدة دوك نقول لك بسم الله يخليك، لأنه بزاف الناس كتبت عنها. اسمها نادية. يا الله يا ما ما ولا يهمك، وصل استاذ سفيان وصل، اعطينا يعني الحوصله تاع يعني قراءتك مشاهداتك في هذا اليوم. الحوصله هي انه اسمها دحماني نور الهدى ياسمين. دحماني نور الهدى ياسمين. دحماني نور الهدى ياسمين. كانت قويه خاصه يعني مش غير البارح، يوم الأحد يعني هو تتم اليوم بتاع الطلبة أصبح مميز يعني خاص بهم، خاصة مع أنه الشعب خرج يوم الأحد للمطالبة بعدم تطبيق قانون المحروقات. يعني هو تكملة اليوم، كان تكملة ليوم الأحد ويوم الجمعة. يعني الآن خلاص الطلبة موعدهم اصبح يوم الثلاثاء، لا احد يستطيع يجري من حولهم. مع انه اليوم الحمد لله ما كانش بعض القمع، ما كانش اليوم عريق. كنت ساسالك استاذ سفيان، هل صحيح يعني هل صحيح انه على عكس الثلاثاء اللي فاتت القمع ما كانش في خطه للقمع، نيه للقمع؟ لا 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 لا، اليوم الثلاثاء ما كانت، لانه علاش؟ لأنه الصور التي كانت يوم الثلاثاء الماضي تاع سحل الطلبة وضربهم، نعم، وانتشر بزاف المواقع الاجتماعية. أيوة. أظن أن محافظة الشرطة هذا الثلاثاء حتى باش تزين روحها شوية باش ما زيدش فزت الصورة تاعها، لأن صورتها فزت، لأنه أصبحت الشرطة خاصة الأشهر الأخيرة مشكلتها أصبحت ليس لحفظ الأمن بل لقمع المتظاهرين، خاصة يوم الثلاثاء، لأن يوم الجمعة يكون شوية قمع في الصباح، بعدين بعد الجمعة تكون الجمعة حاشدة، ما يقمعوش الناس بزاف، ما يضربوش الناس بزاف، إلا في بعض الحالات في نهاية المسيرة تفتح الثلاثاء عندهم. أصلا أكثر الموقوفين اللي هم يوقفوهم هما طلبة وبيوم الثلاثاء. أظن أنه هذه المرة أرادت الأمن واللي راهم صاهرين عليه اللي راهم يحكموا فيه أرادوا أن يبيدوا قليلا بعض صورتهم على أقل ما هي، لأنه لي ريزو سوسيو دركا
لانه الناس ما يتبع القنوات، القنوات اصبحت تابعه للسلطه مباشره. الناس يعني دوك في عصر التكنولوجيا الصور تخرج مباشره لايف اون ديريكت من المسيره، يعني اي شيء يترى يشوفوا 45 مليون جزائري على الفيسبوك. من حسن الحظ اللي من حسن اوريزمو، يعني من حسن الحظ انه مارك اختار على الفيسبوك. على الاقل رانا به، لانه ما عندناش وسيله اخرى للتعبير، ما عندناش وسيله اخرى اللي باش نبينوا الحقيقه الا مواقع التواصل الاجتماعي، واكثرها نحكم احنا الجزائريين نستعمل فيسبوك اكثر من موقع اخر. صحيح. يعني افادنا كثير والحمد لله. طيب يعني على العموم، طيب تفضل. اليوم كان 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 قوي جدا كما كانت يوم الاحد. وكان فيه شعارات مش غير على في حتى، يعني شعارات كانت على قانون المحروقات، شعارات على المدنيه مش عسكريه، شعارات ردا على القايد صالح، شعارات هي عده شعارات. يعني دائما تكون الشعارات على حسب ما تقوم به الحكومه. طيب طيب استاذ سفيان، هل اليوم انت قلت شعارات ضد القايد صالح، اليوم الثلاثاء كان حافل بالاحداث، خرج الطلبه وظهر قايد صالح بعد عطله او غياب اسبوعين، مده اسبوعين، واصدرت 20 شخصيه وطنيه من بينها السيد احمد طالب الابراهيمي ويحيى عبد النور، اصدروا بيانا. هل استمعت لخطاب القايد صالح وطلعت على بيان الشخصيات؟ نعم، طلعت على بيان الشخصيات اللي فيه كثير، في اظن 19 شخصيه، 20 شخصيه منها، نعم 20 فيها ناس معروفين ومحترمين، فيها احمد طالب الابراهيمي، فيها يحيى عبد النور بن بيتور، صحيح، رحابي، عبد الغني بادي، رحابي، الأستاذ بن يسعد، فيها بعض الشخصيات، نعم، الوطنية. طيب هي مبادرة، يعني مبادرة قيمة وبيان قيم من حيث المعاني، من حيث المطالب اللي كانت فيه. احنا نتمنى ان نخرج من البيانات، ونروح لخارطة الطريق حقيقية لكي نجسد هذه البيانات ونجسد المطالب بإشراك جميع القوى، بإشراك يعني طيب. يقدروا هو هذا اللي جاء في البيان استاذ سفيان، ما هو لهذا طبعا المجموعه هذه كانت عندها مبادره. اول شيء من بواكير المبادرات كانت مبادرتها، ولكن السلطه كانت ترفض. نعم، السلطه كانت ترفض كل المبادرات ولا تقبل الا بالمواه، وما جاء وهي نقطه جاء عليها هذا البيان. لو نعطيك مقاربة مثلا، يعني تصادف هذا البيان مع خطاب القايد صالح، وبينما القايد صالح قال أنه قد وضع قطار الجزائر وضع على السكة الصحيحة والمأمونة، وتم توجيه نحو الوجهة الصائبة بفضل ذلك التظافر المشهود والثقة العالية المتبادلة، وفي نفس الوقت البيان ندد بالرؤية الأحادية، ندد باستخدام الدستور من طرف السلطة لصالحها، ندد بانتهاك حقوق الإنسان، قال أن السلطة تمارس التضليل باسم الشرعية الدستورية، يعني أشياء كثيرة تغالط أو مضادة تماما لما صرح به القايد صالح. أي الفريقين تثق فيه في كلامه؟ أكيد أثق في المبادرة مش في القايد صالح، لأنه أناس نعرفهم اللي كانوا في البيان، نعرفهم يسمى، نعرفهم في النضال، في السياسة تاعهم، نعرفهم حتى معارف شخصية، يعني أصدقائنا، وكنا كيف عدة مرات. ما نقدرش أنا هي مبادرة اللي بدها تكون بعد آخر الطريق لإيجاد الحل، لأنه حتى في المبادرة يقولون أنه لازم نروحوا للحوار ونروحوا حتى للتفاوض مع الجيش هذا من أجل إنقاذ الجزائر. القايد صالح كلامه واضح من أكثر من 4 شهور مكرر، يعني هو دائما يكرر. القايد صالح يأتي بالجديد، القايد صالح
عنده تقريبا 4 أشهر هو يهضر على الجيش، يقول الجيش انه يرافق الحراك، يقول انه الجيش الشعب يثق فيه، مع انه العكس، الشعب اكثر الشعب لا تثق في هذا الجيش، لانه تعرف انها هي اللي تدير الرؤساء وهي اللي تدور الانتخابات. الجيش طالع عايش في عالم غير العالم تاع الجزائر. الجيش طالع اظنه لا يقرا، اظنه لا يشاهد التلفاز، اظنه لا يرى، لا يستعمل التكنولوجيا الحديثه. الجيش طالع عايش في قوقعه وقاعد فيها، وتصله التقارير المغلوطه او تقارير يضرب بها عرض الحائط. هو عنده في راسه وعنده خارطه الطريق يحوش يروح لها ويحوش يشوف. انا اكاد متاكد ان المبادره اللي قامت بها العشرين شخصيه لا يطلع عليها. طيب هي مش مبادرة، هو بأيان أساس سفيان للتوضيح، هي مش مبادرة، هي المجموعة كان عندها مبادرة، هي تندد بما يحدث، في عندها نقاط وعندها شروط وعندها مطالبات. طيب خليك معنا أستاذ سفيان هداجي إذا وقتك يسمح، ونتحدث للأستاذ فرحاتي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي بعد مشاهدة جانب منحرك اليوم. إننا اليوم نستطيع القول ونحن متيقنون كل يقين بأن قطار الجزائر قد وضع على سكة صحيحة مأمونة، تم توجيهه نحو الواجهة الصائبة التي يرتضيها خيار الوطن. بفضل ذلك تضاب المشهود والثقة العالية المتبادلة بين الشعب وجيشه، الذي كان له بمثابة الحامي من أذى العصابة وأذنابها، وبفضل قرارات شجاعة التي اتخذتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة، والتي أثبتت الأيام صوبيتها ومصداقيتها، لأنها تصب في مجملها في مصلحة الشعب، أقول في مصلحة الشعب والوطن. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى الجهود الحادثة والمخلصة التي بذلها الجيش الوطني الشعبي من أجل توفير جو من الثقة والطمأنينة، سمح بقطع العديد من الأشواط المتكاملة الأهداف، لا سيما عقب انعقاد مجلس الوزراء بتاريخ 9 سبتمبر 2019 برئاسة رئيس الدولة سيد عبد القادر بن صالح، حيث تم تجسيد الكثير من المساعي المتسمة بالصدق والجدية من خلال تعديل قانون الانتخابات وتكيفه بشكل يتجاوب تماما مع الانشغالات الشعبية، ويستوجب بالتالي التطلعات التي يريد الجزائريون بلوغها، استجابة أيضا لمطالب الشعب الجزائري المريحة. ثم إحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تمثل بالنظر لصلاحيات الكبرى الممنوحة لها حجر الزاوية لعوامل إنجاح هذا الاستحقاق الرئاسي المنتظر والحاسم. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا مقطع من حديث الجيد صالح، والذي المقطع الذي صنع العناوين والعاجل لدى القنوات الموالية، لأنه الباقي كله كان حوصلة لعمل الحكومة وكل شيء عملته الحكومة، وكل شيء لم تستطع الحكومة تواجه به الشعب أو خطاب، هو جاء القيد صالح وعمل له حوصلة تشبه حوصلة التلفزيون الجزائري لما يغطي العمل الروتيني تاع الحكومة. هكذا يعني، هكذا في وسائط التواصل تم تداول التعليق على هذا الخطاب. ومعنا الأستاذ العربي فرحاتي، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي من باتنا. أستاذ العربي، مرحبا. أستاذ العربي، أهلا وسهلا بك. أولا، أول شيء، كيف يعني تتابعون حراك الطلبة في جامعات باتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وحييك وحيي كل مشاهدي القناة المغاربية، وأحيي ضيفك الكريم. ألو، الأستاذ العربي، تفضل واصل من فضلك. بالنسبة للطلبة فأحييهم على هذه الخرجة القوية اليوم. الطلبة خرجوا اليوم ليثبتوا أنهم ليسوا الحلقة الأضعف.
حتى تنهي السلطة الفعلية حركهم، فلم يثمرهم القمع غير المسبوق في الثلاثاء الماضي، وخرجوا وأكدوا للمرة 34 أنهم مصممون على إنجاز مشروع استكمال الاستقلال. طلب أرسلوا رسائل إلى السلطة الفعلية اليوم أنها على خطأ إذا اعتقدت أنها بالاعتقالات والقمع ستوقف مسارهم، هم مع الشعب ومن الشعب ومن أجل الشعب، لا أعتقد أنهم سيتراجعون في خروجهم. وطلب في هذا اليوم هذا رفضوا كل مشاريع التي تعيد الجزائر إلى ما قبل 22 فبراير، ورفضوا الانتخابات ومشروع الانتخابات التزويري الذي يعيد الشعب الجزائري إلى ما قبل 22. فشكرا لهم في الجزائر العاصمة وفي وهران وفي عنابة وفي تيدي وزو وفي طيب. وهل خرج طلبة باتنا أستاذ العربي فرحاتي؟ ما هو كيف كان الحركة الطلبة في باتنا؟ هل كان في مظاهرات؟ حياك الله على هذا السؤال. أريد أن أوجه نداء إلى طلبة جامعة باتنا أن يلتحقوا بالحراك الشعبي وأن يساندوا إخوانهم الطلبة في كل ربوع الوطن، وعليهم أن يتخلصوا من الطلبة البلطجة ومن الكاشير ومن الذباب الأكاديمي الذي أثر عليهم، فانسحبوا من الخروج في ثلثائهم منذ مدة. وأرجو وأطلب منهم أن يلتحقوا بثورة شعبهم فينضموا إلى الطلبة. ومع ذلك أحيي بعض منهم الذين يشكلون حلقات حوار في داخل المدينة، وهم الآن في هذا الوقت في حوار وتشاور ومناقشات في وسط المدينة، فأشكرهم. أستاذ العربي فرحاتي، أن هذا لا يعني أن طلبة العاصمة هم عاصميون فقط، طبعا الجامعات في العاصمة كثيرة والطلبة يأتون من كل الولايات اللي هم يجيوا. نعم، يوصلوا نعم. للعاصمة، واللي هم يروحوا من الولايات ويدرسوا في العاصمة، حتى نكونوا واضحين يعني. طيب إن شاء الله تكون وصلت رسالتك الأستاذ العربي. الآن لو نتحدث على خطاب القيد صالح اليوم، غاب الرجل، عنده 15 يوم غاب ولم يظهر على الساحة، وظهر اليوم بخطاب ربما لسوء حظه أنه في نفس التوقيت تاع خطابه خرجت العشرين شخصية بيان، وكأنها تقول له كل ما تقوله هو تلفيق وتزوير ولا يعني لا غير خالي من الصحة كلامك. لما قال القيد صالح أنه قد وضع على السكر قطار الجزائر، وضع على السكر الصحيحة والمأمونة، وتم توجيهه نحو الوجهة الصائبة بفضل تضافر المجهود والثقة العالية والمتبادلة بين الشعب وجيشه. في هذه الأثناء البيان تاع الشخصيات طالب بتأجيل، دعا لتأجيل الانتخابات الرئاسية، وقال أن المغامرة بانتخابات رئاسية دون توافق وطني مسبق هي قفزة في المجهول، والجميع يقف على حقيقة النظام الذي لازال يحتفظ لنفسه بمبدأ الرعاية الحصرية للشأن السياسي. طيب أين هذا الكلام؟ أين كلام القيد صالح وتأكيده على القطار الصحيح وتكديره على الثقة، وبين بيان الشخصيات طالب الإبراهيمي يحيى عبد النور؟ أي الروايتين تجنح لها يعني وتثق فيها؟ حياك الله على هذا السؤال. فبالنسبة لخطاب أسميه دائما خطاب السكنات، الذي يقول إننا وضعنا الجزائر على سكة صحيحة، وفي الحقيقة هي السكة التي تقود إلى الانغلاق والإغلاق التام للحياة السياسية في الجزائر. ألو؟ نعم نسمع فيك الأستاذ العربي. نعم. واصل الأستاذ العربي رجاء، نسمع فيك، واصل.
نعم. بالنسبة لخطاب اليوم يبدو أنه وكأنه لسان حال مجلس الوزراء، وأن هذا خطاب الثكلاء وكأنه رئيس الجمهورية الذي يخاطب الشعب في كل المسائل، في التربية، في السياسة، في القوانين، في كل شيء. وبالتالي نحن أمام وكأننا في رئيس جمهورية فعلي. لا أعتقد كيف يتكلم عن الثقة العالية بين الشعب وجيشه. نعم، الثقة عمرها ما تضررت ما بين الشعب وجيشه، ولكن ما بين الشعب وقيادة الجيش تضررت كثيرا بسبب هذا التعنت والذهاب إلى ما اعتبره حبة من حبة وكره من كره، الانتخابات حبة من حبة وكره من كره. وقد جاوبه الشعب في أكثر من جمعة، والطلبة اليوم جاوبوه بكل وضوح أن هذا المسار الانتخابي مسار فاشل يقود إلى الإغلاق، يقود بل أن المسار الانتخابي أصبح خطرا على الجزائر، خطرا على الوحدة الوطنية، خطرا على مستقبل الأجيال، خطرا على التوافق الوطني. فهذه الانتخابات التي تنفذ بحبة من حبة وكره من كره فهي مشكلة وليست حلا. وأعتقد أن بيان اليوم الصادر عن الشخصيات الوطنية، وأعرج قليلا قبل هذا عن البيانات التي صدرت منذ أيام، فهي مرحلة من إصدار مبادرات، ولما كانت هذه المبادرات أدار لها الزهر القائد والسلطة الفعلية ولم يلتفت إلى أي منها، انتقلت المبادرات إلى النداءات وإلى البيانات وإلى التمديد بممارسات السلطة الفعلية والذهاب إلى أو الهروب إلى الأمام. وبالتالي فهذا النداء الذي قرأته اليوم والبيان الذي قرأته اليوم أعتقد أنه من أرقى البيانات التي قرأتها على الإطلاق، وتكاد تكون لسان حال الحراك. وبالتالي فنحن نثمنه في كل نقاطه السبعة أو الثمانية التي أدرجها النداء، فهو شامل وخطة طريق تقود إلى الحل. وأنا دائما أميل إلى الوضوح، كنت تمنيت أن تستبدل كلمة تأجيل الانتخابات إلى إلغاء الانتخابات أو المسار الانتخابي برمته، والذهاب إلى مرحلة انتقالية يتحاور فيها الجزائريون بكل حرية للخروج من أزمتهم وللخروج. ما هو لا أستاذ فهمت عليك أستاذ العربي. الشخصيات يعني لما ترجع للبيان، شخصيات ما ربما ما حابش تكون سلبية لدار، لأنه الانتخابات لا محالة منها، يعني حتى لو كان المسار الانتقالي سنذهب للانتخابات، يجب أن نذهب للانتخابات فيه. ولكن هي ربطت البيان، ربط تنظيم الانتخابات بتوافق وطني مسبق، وبيان ثم تنظيم انتخابات، يعني وكأنها تهادن السلطه، يعني كمان يقول لك يهديك ربي هذه الانتخابات راهي ما تصلحش بهذه الظروف، تعال ناجلوها ونرجعوا للنقطه الاولى تاع التوافق وتاع الحل وتاع التشاور وتاع المرحله الانتقاليه ثم نذهب للانتخابات. نعم مقبوله اللغه الدبلوماسيه مقبوله، ولكن اريد ان تكون اكثر وضوحا. فان الانتخابات تكون مخرج أو من مخرجات المرحلة الانتقالية أو من مخرجات الحوار، سميها ما شئت، الحوار الجاد سميها ما شئت، أن تكون هي من مخرجات الحوار. نحن لا نرفض الانتخابات ولا نرفض هذه المواعيد، نحن نؤكد والجزائر تؤكد والشعب الجزائري يؤكد أن لا مخرج لنا إلا بالانتخابات، ولكن الانتخابات تكون مخرج
لا من مخرجات الحوار، من مخرجات المرحلة الانتقالية، هذا هو الذي أقصده. طيب ابقى معنا الأستاذ العربي فرحاتي إذا من عطلوكش إذا وقتك يسمح. سفيان هداجي أتمنى ما يكونش غاب علينا. أستاذ سفيان، أستاذ سفيان، في بيان اللجنة، في بيان 20 شخصية معذرة، قال أنه ليس من مسؤولية الحركة الشعبية أن يعطي حلولا سياسية جاهزة، ولكن يتمثل دوره الأساسي في تغيير موازين القوى ميدانيا. هل تعتقد أن الحركة الشعبية غير موازين القوى؟ يعني في الحقيقة هو غير موازين القوى قليلا، لأنه مدام لأنه لما نديروا حوصلة لثمانية أشهر من الثورة المباركة، يعني حققنا بعض من الأشياء، ما نقولوش ما حققناش والو، حققنا أنه مراحل الثلاثة الخامسة، أنه بوتفليقة استقال، أنه أسقطنا انتخابات 4 جويلية، يعني حققنا بعض الأهداف لم نحقق كلها أكيد. بس أكيد الحراك مدام الجيد صالح، مدام الجيد صالح والسلطة الفعلية تريد الانتخابات كما نقول احنا اتوبري، يعني الحراك اصبح مركز قوه، لانه اصبح يخاف الجيد صالح، الهدف اللي عنده انه تلحق في صدر ما تكونش الانتخابات، هذا خوف كبير، او عنده علاش كل مره يكرر يقعد غير يكرر انه الانتخابات هي الحل الوحيد. احنا اكيد كنا متفقين على انه الانتخابات هي الحل الوحيد، لكن مش في هذه الظروف، لان ظروفنا ظروف خاصه، ظروف ثوره ما تكونش هذه الانتخابات. لو انه كما ترى في تونس بدات قايد السبسي مات الله يرحمه، والناس راحت الانتخابات عاديه، لانه عندهم مؤسسات، عندهم كل شيء. في الجزائر احنا ما عندنا ولا شيء، احنا عندنا المؤسسه الوحيده اللي هي الاميره الناعيه في البلد، هي رئاسه الجيش، هي اللي تحكم في البلاد، هي اللي تامر، هي اللي تقرر، هي اللي ربما صلح لك استاذ سفيان، نصلح لك هنا في الملف التونسي، يعني انه لما توفى الباجي قاضي السبسي رحمه الله عليه اوتوماتيكلي مشاو نحو الانتخابات، لان تونس فاتت على المرحله الانتقاليه، والمجلس التأسيسي لأنها فاتت على المرحلة يعني بدأت من نظفت الساحة، نظفت النظام القديم وبدأت على نظام جديد، مرحلة انتقالية ومجلس تأسيسي. ولو لم تفوت على المرحلة الانتقالية ربما لا شهدت انتكاسة أخرى. طيب استاذ هداجي، هل يقول القائد صالح بانه التظافر المشهود والثقه العاليه بينه، هل تعتقد انه اعطى القائد صالح المؤسسه العسكريه لجأت لتظافر الجهود، طلبت تظافر الجهود، الم ترفض المبادرات، مبادرات هذه الشخصيات الوطنيه مثلا، ألم تعمل هذه الانتخابات، تنظم لها في أقصى في وقت قياسي، واللجنة المستقلة في وقت قياسي، وهو في حديث وفي تصريح ويشهد أنه اعطوها كل الوسائل وفتحوا لها كل الأبواب وسرعوا إقامتها، وكان تنظيم للرئاسيات مطلق، قياسي مطلق، والحوار كان، هل تتذكر أنه الحوار هذه اللجنة كانت تحاور، يونس تحاورت معه 2000 ومش عارفة كم في وقت قياسي، هل أشركوا أحمد طالب الإبراهيمي، هل أشركوا يحيى عبد النور، هل أشركوا الناس الخيرين، هل أشركوا الاقتصاديين الخيرين، هل تعرف أحد من الناس اللي توثق فيهم، ولا من الناس من هذه الشخصيات تاع البيان اللي لجأت لهم السلطة وقالت لهم تعالوا نتظافر الجهود ونعمل حوار ونخرج بحل جدي وحقيقي، هل هذا الكلام صحيح؟ وبالحقيقة السلطة الفعلية وعلى رأسها القايد لما يقول يجب أن تتظافر الجهود، هو لا يتكلم علينا نحن،
او الشخصيات الوطنيه هو يتكلم الاتباع نتاعو. اوكي مفهوم. تتدافر الجهود مع اتباعه مش معنا احنا، مش مع الشخصيات الوطنيه كحمد طالب البراهيمي وعلي يحيى عبد النور، وكما قلت انت مخيرين من هذا الوطن من اقتصاديين ودكاتره وفلاسفه ودستوريين ومحامين. هو لا يتكلم على هذه الفئه، هو يتكلم على الفئه التي اللي ما هي التي كانت في العصابه كما يسميها هو، هو اللي اصلح كلمه العصابه، التي كانت في العصابه معاه ما قبل، هو يتكلم على هؤلاء. ولافروف الدليل على انه كما قلت اتى بكريم يونس الذي كان اللي كان في نظام بوتفليقه، وجاب شرفي الذي كان وزير العدل بوتفليقه والذي شهدت في 2012 اكبر تظاهرات مع 97، وجاب وحتى المترشح الذي اتى بهم هو من 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 الدرج القديم، تبون بن فليس وهلما جر. يعني هو لما يقول هيا نتدافر تدافر الجهود هو بالنسبة له له هو ما الذي يمشي مع الرؤى تاعو والذي يمشي مع خارطة الطريق، واكثرهم الانتهازيين اكيد مش مع الشخصيات الوطنية. سبحان الله من 22 فبري نقدر نقولوا المبادرات والبيانات اصبح كانت تبدأ من قبل ما يستقل بوتفليقة من شهر مارس، والبيانات تصدر عن الشخصيات الوطنية، المبادرات، المجتمع المدني، الأحزاب كلهم، وهو أذنه سماع لا يسمع لأحد، لا يرى شيء، يسمع إلا ما يدور في راسه. تدافع الجهود بالنسبة له كما قلت هو ليس نحن، ليس هذا الشباب اللي هم في الحراك، ليس هذا الجامعيين لكل جمعة لكل جمعة وجمعة، هو بالنسبة له عنده خارطة الطريق لازم يروح اسوفري ليزيليكسيون، لأنه أنا أظن أنه هو حصل روحه كما نقولوا حنا وحب باش يخرج من المأزق هذا، لازم يروح يدير رئيس، ورئيس لازم يكون على حسابه مش على حسابنا احنا. احنا من 22 فبراير وحنا نطالب بالمرحلة الانتقالية من 6 أشهر العام حتى ترتيب الأمور وحتى ترتيب الانتخابات. او فات علينا كل شيء، يعني لو كان سمع هذاك الوقت من شهر مارس راه عندنا كل شهر، صحيح عندنا كل شهر من عمر الجزائر، يعني كل شهر راحت هكذاك. لو كان توافقنا وتفاهمنا ما دام قال ما دام كان هو يتبجح ويقول انه هو حامي الحراك وحامي الثوره ويحقق المطالب، اين هي؟ طيب. هو سطر خارطه يحوس الناس قاعده تمشي معاه، وحنا ما نقبلوش هذا الشيء، لانه يعني كانوا قعدوا عام وعامين في الشوارع، وان شاء الله هذه الرئاسيات اللي راهم رايحين ليها لازم تسقط. انا اطلب من جميع الشعب انه لازم يخرج للميادين، كافة انه غير بعض الناس اللي تخرج، لازم مش غير العاصمه وحدها، لازم كل المدن عن بكره ابيها تخرج للشوارع، ومش غير يوم الجمعه، لانه هذا الانسان ما هوش حاب يفهم كيما نقولوا احنا بالعاميه، راهو ميبس راسه خلاص عنده في راسه. لما تسمعي اليوم الخير الخطاب تاعو وتقراي واش جات، السيد رايح يتكلم في قانون المحروقات، اصبح يتكلم في الاقتصاد، اصبح يتكلم في كل شيء هذا الانسان هذايا. طيب شكرا لك استاذ سفيان. استاذ سفيان هداجي بارك الله فيك، يعطيك الصحه، وفيت يعني كانت قراءة عندك وافية، نشكرك جزيل الشكر سفيان هداجي الناشط الميداني حدثتنا من الجزائر. نعود للأستاذ العربي فرحاتي البافي باتنا قبل أن نودعه، لأن الأستاذ طارق سلمية على الخط. الأستاذ العربي أهلا بك مجددا. أهلا الأستاذ العربي. أنت عايشت فترة التسعينات. نعم. طيب كان 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 حصل فيها إحباط المسار الديمقراطي كما يقولوا، وليس المسار الانتخابي، كان أحبط المسار الديمقراطي وليس المسار الانتخابي، وشطنت الجبهة الإسلامية للإنقاذ ومناضليها، وكانت رواية السلطة واحدة،
ولم يكن هناك لا فيسبوك ولم يكن هناك لا وانتهينا لبعدها عشرية دموية ثم 20 سنة فساد منظم ممنهج. ثم عاد الحراك وانطلق من جديد، اندلع من جديد، لأنها نفس السلطة نفس الممارسات أدت إلى نفس النتائج. عدنا لنقطة الصفر، هل تعتقد أننا في نفس المرحلة أو ما هي المزايا اللي الخصال اللي تخلي هذا المرحلة اللي تكمل المرحلة اللي فاتت اللي يخلي المرحلة هذه حراك المرحلة هذه ناجح ولا ينتك ولا يمكن أن ينتكس؟ نعم، في الحقيقة أن فترة التسعينات هي كما قلت أنه انقلاب على المسار الديمقراطي ومسار الإصلاحات التي كانت يقودها الشاذلي بن زيد رحمة الله عليه وحمروش على ما أعتقد. فأحبطت تلك التجربة، وفي الحقيقة أنها أحبطت مشروع الهوية، لأن الانتخابات التي أفرزتها تلك المرحلة تحت إطار الدستور 89 هو أفرز الهوية الوطنية وانقلب عليها ضباط فرنسا، ودخلنا في الفساد المالي والسياسي والدولة الريعية بأبشع صورنا. والحمد لله أن الشعب ارتقى فوق رقي، إن صح التعبير، السلطة الفعلية وغير الشرعية. فتقدم الشعب أشواطا كثيرة في الوعي، بينما السلطة الانقلابية والسلطة الفاسدة البوتفليقية بقيت في منطقها القمعي. وبالتالي فالمرحلتين مختلفتين. في المرحلة التسعينيات استطاعت السلطة الفعلية أن تزيح أو تهمش الشعب من معادلة التغيير. ألو؟ نعم نسمع فيك الأستاذ العربي. أما في ما بعد 22 فبراير فصار الشعب رقما صعبا لا يمكن تجاوزه، وبالتالي فالخلاف أو الاختلاف بين من هذه الناحية، خاصة وأن وسائل التواصل الاجتماعي الآن متوفرة والمعلومة تنتشر بسرعة، وليس كالتسعينات التي لا نملك فيها إلا الفاكس فقط أو التليفون. أما اليوم فوسائل الاتصال الاجتماعي التواصل الاجتماعي متوفرة، ونحن في وضعية المواطن الصحفي الذي ينقل. طيب حتى أستاذ العربي حتى لا يتشعب بنا الحديث، لأنه هذا ملف الفيسبوك ودوره في الثورات العربية. هذا الربيع العربي يعني أنت تعرف، أنت أكاديمي وتعرف أنه قامت فيه دراسات كبيرة وخاصة هنا في الغرب. ولكن أنت تذكر أنه حتى الفيسبوك كان عنده دور كبير في الثورة المصرية وانتكست. صحيح انتكست، لكن الآن حتى لا يتشعب بنا الحديث لهذا السوشيال ميديا وبحرها، يعني نقاش فيها جدلي كبير بالنسبة للربيع العربي. الآن خلينا في بالنسبة لمرحلة التسعينات تعايشتها وربما كنت فاعل فيها، والمرحلة الأخرى، ما المرحلة الحالية، ما هي الخصائص التي تجعل هذه المرحلة الخصائص اللي في الشعب، الخصائص اللي في الحراك الشعبي تخليه ينجح هذه المرة؟ لا يمكن أن يحصل ما حصل في التسعينات وينقلب العسكر على المسار الديمقراطي مرة أخرى ويعود للفساد ويعود لتدمير البلاد. وما هي الخصائص اللي يحملها الحراك الثورة الشعبية هذه المرة اللي تخليها تنجح في رأيك، مقارنة بحراك التسعينات؟ لأنه حراك التسعينات كان حراك يطلب التغيير،
هو هذا هو منقلب وكان في مسار ديمقراطي وانقلب عليه العسكر وحجة النفيس أو مش عارفة إيه والشيطانة اللي حصلت بعدين والرواية الموحدة تاع السلطة والإعلام هذيك عوامل خلات المسار يروح خلات يعني هذاك الحقبة التاريخية تروح مسار ثاني وكذا. المهم الآن قل لي كيف يمكن أن ينجح هذا الحراك، ما هي الخصائص اللي فيه شايفها أنه لا سينجح هذه المرة برغم أنها نفس السلطة ونفس العسكر ولكن سينجح؟ باختصار أن أهم خاصية التي تميز هذا الحراك الشعبي الذي نعيشه في هذه الشهور عن الحراك الذي كان في التسعينيات بدأ بشعار مع حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأن مسمار إجحاء لازم إجحاء. هذا الشعار يتنحاز دع هو وليده، هو في الحقيقة وليده واستمرار استمرار الشعار. وأكبر خاصية التي نعيشه اليوم أن الحراك اليوم شعبي لا يمكن أن ينسب إلى أي فئة حزبية أو أيديولوجية أو جهة كما كان في التسعينات التي استطاعت السلطة الانقلابية أن تحشر الجبهة الإسلامية في زاوية وأن المشكلة كلها في الجبهة الإسلامية، فاستطاعت أن تلعب هذا الدور وأن تسيطر على الحراك يوم ذاك، الحراك الشعبي والثورة الشعبية يوم ذاك وإن كانت منظمة حزبية. أما اليوم فالحراك خاليا أو منزوع الأيديولوجية، منزوع الحزبية، هو في متن الشعب، هو منطلق شعبي في كل التراب الوطني وفئاته متنوعة ومتعددة. ما يجذب الكل هو الحرية، هو البحث عن الحرية. نعم. جوعة أيديولوجية لا ينسب إلى الإسلاميين ولا ينسب إلى العلمانيين ولا ينسب. صحيح. واضح واضح الشعبي. واضح الأستاذ، الأستاذ العربي والشعب يريد كل الحرية وليس هناك نعرات كما قلت طائفية ولا هناك فئة في هذا الحراك تحوس على السلطة ولا. أشكرك جزيل الشكر، بارك الله فيك الأستاذ العربي، فرحاتي على مشاركتك. الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي حدثتنا من بعدنا، بارك الله فيك. نعود إلى عنابة، نبقى في الشرق ونتحدث لطارق سلمي الناشط السياسي. الأستاذ طارق أهلا وسهلا بك وأعتذر أن تأخرنا عليك. أستاذ طارق مرحبا. أستاذ طارق أول شيء لو من فضلك تحطنا في أجواء عنابة اليوم. تحية طيبة مباركة لكم. الله يحييك. عنابة كل جمعة تداوم على حركها، عنابة في الميدان، تحكي العامة في الميادين. عنابة مدينة حركية بالنياب، من المباهن الجزائرية التي ثبتت حرك شعبي مبارك، وبإذن الله تحمل كل مطالب الشعب الجزائري والحرك المبارك، تطالب بالحرية، بالديمقراطية، بالانتقال الديمقراطي، تحرير المساجين السياسيين، بفتح المسجد الفلاني، السمع للبصري، تطالب بكل ما يطالب به الأحرار، تطالب بكل الحرية التي موجودة. عنابة ثابتة بحمد الله في حركها المبارك. طيب طيب اليوم جديد تحدث جديد يعني جديد مقارنة بغيابه، يعني غاب القيد صالح، انت تعرف كان يظهر كل اسبوع يظهر وكل اسبوع يخطب ويعود يخطب. اليوم خطب القيد صالح وكأنه في ثنايا خطابه، مضمون خطابه يرد على مظاهرات المحروقات المنددة بقانون المحروقات، يرد على اللي يشكون في الانتخابات، يرد على الذين يدعون إلى تأجيلها، إلغائها، مقاطعتها، يعني حكى في كل شيء وعن كل شيء، حوصلة كبيرة وكأنه ديوان الرئاسة أو ديوان الحكومة قدم حوصلة للعمل الروتيني اليومي للعمل الحكومة والرئاسة.
المهم انه اهم ما الميساج الرسائل اللي بعثها اللي كانت في التقطناها انه يقول يؤكد انه قطار الجزائر قد وضع على السكه الحديث الصحيحه والمامونه وتم توجيه نحو الوجهه الصائبه بفضل ذلك التضافر المشهود والثقه العاليه المتبادله بين الشعب وجيشه. ومن سوء حظ القيد صالح كما قيل انه بيان العشرين شخصية المحترمة جدا لناس توثق فيها وأحمد طالب الإبراهيمي وعلي يحيى عبد النور وشخصية أخرى كثيرة محترمة وطنية يعني خرجت تندد تطلب أولا عنوان البيان هو تأجيل الانتخابات حتى توافق ويكون في حوار ويكون وكأنها تقول مرحلة انتقالية لم تسميها بالاسم وتندد بالاعتقالات يعني انت تابعت معنا الحلقه كيف يعني لو كانوا هذون حزبين سياسيين اثنيناتهم منتمشين للانتخابات اي الحزبين راح اي حزب راح تنتخب عليه؟ اختي هلا بحكم انتمائي للحراك الشعبي المبارك وحامل لفكر الشخصيات الوطنيه وواحد من ساهم وشارك في كثير من المبادرات. حرس الشعب المبارك قدم أكثر من 80 مبادرة. صحيح. ولم يلقى أصلا قاضية لفترات تقريبا من شهر مارس والحراك يبادر ويبادر ويقدم الحلول والتي تقتل ليست ليس مطالبة بتقديمها لكن الحراك تفضل بتقديم الكثير من الحلول. الحراك كقوة ضغط تساعد اصحاب السلطه الفعليه على تحويل هذه عمليه الانتقال الديمقراطي الفعلي لو كان يوم الانتقال. تهانوا الحراك الشعبي وزعلوا من الجزائر ولو وضعوا الجزائر على سكه القطار الحقيقيه ليس سكه القطار الوهميه. نحن حقيقه 22 فبراير نطالب بوضع الجزائر أرضا دولة حكومة وشعبا على سكة القطار الذي ينتقل بنا انتقالا حقيقيا إلى دولة المؤسسات إلى دولة الحق والعدل لكن ناديت ميتا. للأسف الشديد الشعب الجزائري والحراك لم يجد أذنا مصغرة. طيب هل تعتقد جاء في بيان طارق سلمي أن الحراك ليس من مهام ومن دوره انه يقدم مبادره سياسيه او يلقى حل الازمه ولكن هو غير موازين القوى. هل تعتقد ان خروج القيد صالح الدوري والمجزأ فعلا هو دليل على ان الحراك الشعبي على الارض غير موازين القوى والسلطه التي لم يكن لها ندا صار الحراك الشعبي ندا لها؟ أختاه الحراك الشعبي عدل الموازين. قبل 22 فبراير كانت كل السلطة بيد النظام أو السلطة الفعلية والعصابة وأذرع العصابة وبقايا العصابة. اليوم وقع توازن. ألو نعم نسمع فيك أستاذ طارق. اليوم وقع توازن بين القوى. الحراك أصبح قوة موازية للسلطة الفعلية. اليوم نحب ولا نكره السلطة الفعلية هي في يد قيادة الأركان، في يد المؤسسة العسكرية، في يد المجلس الجيش الوطني الشعبي. انتقلت من جماعة سعيد بوتفليقة وزمرته إلى السلطة الفعلية الحاكمة والمتحكمة اليوم. الحراك الشعبي كان يأمل أن تكون هذه السلطة مرافقا له لا أن تكون مستحكمة فيه ولا تعمد إلى التحكم فيه أو إلى استغلاله. اليوم رانا في توازن قوى بين السلطة الفعلية وبين الشعب ممثلا في الحراك الشعبي الموجود في الشوارع في الساحات في الميادين. بالتالي أتمنى أنا شخصيا كمناضل حراكي أتمنى أن تصغي السلطة بعين العقل إلى مطالب الشعب. اليوم كل الخيرين من شخصيات وطنية من أكاديميين من علماء من مفكرين مستقلين من كل الأحرار من الأحزاب الوطنية من الأحزاب الإسلامية والأحزاب الديمقراطية من الشخصيات المستقلة كلها تدعو إلى توافق بين
السلطة والشعب. إن لم يكن هنالك هذا التوافق فلن يكون هناك أي إحداث لأي تغيير. على السلطة أن تستمع جيدا للشعب وأن لا. ألو أستاذ طارق تفضل واصل. طيب أستسمحك أن أنوه وأعتذر لمشاهدينا على انقطاع بث المغربي على القمر الصناعي. أرجو منكم مشاهدتنا على يوتيوب، على موقع على فيسبوك، على موقع المغربية دوت تي في. والإدارة المغربية في الحقيقة تتحرى مصدر الخلل، وسنوافيكم بتفاصيل لاحقا. والآن يمكن أن تتحولوا إلى الإنترنت وتشاهدوا خدمة المغربية، ونحن شاكرون لكم. أستاذ طارق قبل أن تغادرنا، في مغالطة كبيرة إذا أنا مش غلطانة كمواطنة جزائرية، أنه لما لقيت صالح يقحم اسم الجيش في خلافه مع الشعب، هل هذا مقصود وهل هذا صحيح أن الجيش الشعبي الوطني عنده مشكل مع الشعب، أو هل أن الشعب الجزائري مشكلته في الجيش الشعبي الوطني؟ لأنه القيد صالح يقول أنه تضافر الجهود والثقة العالية المتبادلة بين الشعب وجيشه، هل هو خلط مقصود أم هو خلط أو هو خلط يجب أن احنا نوضحوه؟ أخيرا أنا كمواطن من هذا الشعب أؤكد لك أنه لا توجد أي اختلافات مع بين الشعب والمؤسسة العسكرية، بين مؤسسة الجيش الوطني الشعبي. مؤسسة الجيش الشعبي. نعم. مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة الجزائرية، وهي ملك للشعب الجزائري، والشعب الجزائري يكن لها كل الاحترام والتقدير. تأكيد. كان يوجد عندهم هما ولا بعض القيادات ولا كذا أمر آخر، هذا أمر يخصهم. أنا أكد لك بأن الشعب الجزائري متوافق مع مؤسسة الجيش وما على كل مؤسسات الدولة من قضاء وأمن وعسكر وكذا، إلا أن تتوافق مع الشعب، ولن يكون هناك أي تغيير دون التوافق بين الدولة والشعب، بين مؤسسات السلطة وبين الشعب. استحالة أن السلطة تفرض على الشعب في هذه المرحلة بعد 22 فبراير أي قرارات. الشعب الآن ما يقبلش الأوامر، ما يقبلش التوجيه. طيب لا خليك دقيق، خلينا نكونوا دقيقين في هذا النقطة. حتى احنا موقفنا ايضا من الشعب، من الجيش تاعنا، يكون واضح كمؤسسة إعلامية ولا كمواطنين ولا كأفراد ولا انتم كحراك ناشطين في الحراك. احنا ما عندناش مشكلة مع الجيش الشعبي الوطني، الجنود والحركة الشعبي ما عندوش مشكلة لا مع القيد صالح بشخصه ولا مع أي قيادة في هل توافقنا الرأي. المشكلة أنه في المهام الدستورية وبيان الشخصيات قالوا أنددوا باستخدام الدستور لمصالحهم لأغراضهم الشخصية. هل هذا صحيح؟ احنا الحراك مشكلته أنه العسكر تدخل في السياسة، يريدوا يرجع للثكنات والقيد صالح يكون على رؤوسهم، والمنظمة مؤسسة الدولة تعمل كما في الدول الديمقراطية، وبالفعل تكون الثقة عالية بين الشعب وجيشه وقيادته. هل الحركة الشعبي متفق مع هذا الكلام؟ أكيد دون أي نقاش. تاز الحركة الشعبي متفق ومتوافق مع هذا الكلام. نحن نطلب من السلطة الفعلية ممثلة في قيادة الأركان أن تستجيب لمطالب الشعب. أختي لا يعقل أن يكون هناك تغيير وانتخابات وأبنائنا في السجون المعتقلات متابعون بسبب آرائهم السياسية. لا يعقل أنه خوتنا في السجون من وعرا إلى جالما، صحيح، إلى العاصمة، إلى سكيكدا، إلى عنابة، كل يوم عنا إخوة متابعون. كنا اليوم في البيضة ممثل البطالين، عندنا الأخ رضوان في جالما أودع السجن البارحة، كنا نشطاء أكثر راهم يحسبوا فيهم الآن بالمئات، ربما راهم فاقوا المئتين، عشرات نقصد، راهم فاقوا المئتين. وهو بالضبط ما ندد به البيان أنه إطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط. هو هذا فعلا الأستاذ لطفي سلمي
أنا أشكرك جزيل الشكر، إذا أنا مش غلطانة في اسمك بصراحة، طارق سلمي، معذرة، أستاذ طارق سلمي الناشط السياسي الميداني من عنابة. أنا شاكرة لك على وقتك اللي منحتنا إياه. شكرا لكم لكل ضيوفي، ونفتح الخطوط ونتحدث لي طبعا. أعيد التنويه أن المغاربية انقطعت من شاشاتكم في البيوت لخلل يتم جاري التحري حوله، ويمكن تتحولوا إلى المغاربية دوت تي في، الفيسبوك، يوتيوب، حتى تشاهدونا إلى غاية أن إن شاء الله نعمل على حل هذا المشكل بأقصى سرعة إن شاء الله، ونعود للشاشة. نذهب للحراك الشعبي اليوم. معنا متصل صادق من قسنطينة، تفضل صادق. مساء الخير اختي، ومساء الخير على الأطار المغاربية. مساء نور الصادق، هل ممكن أسألك أولا، هل أنت تشاهد فينا في التلفزيون أو في الإنترنت؟ راني في الانترنت. ما كانش الانشغال الكونترول قالوا لنا رانا ما كانش المغاربيه في نيرسات. اوكي، طيب اهلا وسهلا بك صديق، كيف كانت قسنطينه اليوم؟ اليوم قسنطينه راها كما يقولوا في احلى ابها. نشكروا الطلبه، نشكروا اللي شاركوا في المسيره، وحنا ان شاء الله كما يقولوا من داعمين الحراك وداعمين الطلبه. ومادام ما رانا نشوفوا المغاربيه، هذا على دليل ان المغاربيه صادق. طيب فقدنا صادق من قسنطينه. احمد من فرنسا، احمد. الو. ايوه احمد، تفضل. شوف يا اختي، تفضل. أنا نطلب من الشعب الجزائري أن يركز على مدنية الدولة، مدنية الجزائر. المشكل الأساسي في الجزائر هم الجنرالات. الجنرالات يعني حتى 22 فبراير 2019، وين الشعب فاق باللي المشكل تاع الجزائر هو الجنرالات. المشكل تاعنا هو الجنرالات. احنا ما عندناش اي مشكل مع المدنيين، هادو بوتفليقه والفلان احنا ما مهمناش. احنا الجنرالات يلزم نرجعوا للدوله مدنيه، يلزم نرجعوا للجيش بلاصتو، راس سكنات في الحدود، نمنعوا كل تدخل الجيش في السياسه، في الحياه المدنيه، على مستوى الوطني، على مستوى رئاسة الجمهورية، على مستوى الولاية، على مستوى البلديات، على مستوى القنصليات. يلزم نرجعوا، ما يلزمش نخليه والجيش نسمعوا له، لا في الصحافه، لا في الصحافه المسموعه والمكتوبه، يعني نمنع منع باتا تدخل الجنرالات في الحياه المدنيه. طيب كيف نمنع احمد؟ يعني القانون من الجاي نمنع تدخل الجيش. شوفوا رانا هنا في اوروبا، روحوا نشوفوا الشعوب تاعهم، يعني نسالوا في الطريق اسكو كاين مواطن تاعهم اللي يعرف الجنرالات تاعهم، يعرف القيادات العسكريه تاعهم. حنايا طفل صغير يعرف الجنرالات، عندنا معناتها الانقلابات، معناتها السرقه، النهب، القتل، هذا هو. نمنعوا مدنيه معناتها ما يلزمش نسمعوا الجنرالات في السياسه الى الابد. ممتاز، الى الابد. شكرا لك احمد، اتصالات كثيره، رجاء انا اشكرك، شكرا لاتصالك، مازال التغطيه مستمره وممكن تعاود الاتصال. عزيزه من فرنسا. الو، السلام عليك يا اختي العزيزه. السلام ورحمه الله عزيزه، اهلا وسهلا. فوالا، نقول للشعب العزيز، الشعب الجزائري لا يرجع للوراء، لاننا يعني دبي من 1962 واحنا كذلك في استعمار. يعني نقولوا يعني رانا في الحراك دائما في فرنسا، يعني متواصل الحراك والحمد لله. لكن يعني نقولوا للعصابه، احنا صبرنا مع فرنسا يعني 7 سنين، نقدر نصبر انكور معاكم انتم اكثر. طيب ممتاز، رساله جيده عزيزه. شكرا لك عزيزه من فرنسا. عصام من باتنا. السلام عليكم، مساء الخير يا بنتي. مساء النور يا سي عيسى، اهلا وسهلا. مساء عليك الخير، خليني يا بنتي نقول رايي يرحم باباك. اكيد تفضل. قولي لي
نواري بلان. لا 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 الحاج عيسى بالمناسبة لما أنت عودت اتصلت والله أنا لم أقصده وأنا أعتذر إذا أنا حسيت أن جرحتك وأنا أنا أعتذر أنا أعتذر أنا أقصد نواري بلان يعني ما زالوا يشوفوا الحاجات على على بشكل بنظرة جيلهم وكذا بس صح الآن تفضل وأنا أعتذر إذا تعليقي ما كانش لائق أنا أعتذر هذه الأولى الثانية هذه الناس راهم يعيطوا لهم ويعيطوا لكم ويحنجيو لكم حنجيات قدم والله العظيم اهم حوايج تراو يا فانتا دروك رانا دوبي لو 22 فيفري لي شوز اون شانجي لي لوا تو سا يعيطوا لكم ما بن بيتور وجماعة يحكيوا على الماضي قول لهم يلفوا راكونتي ليزيستوار 2019 اكيد تسمعي فيا هاني نسمع فيك انا خليتك تهدر شوف قول لهم يراكونتي ليزيستوار دوبي ابري لو 22 فيفري باسكو والله الناس انا نسمع نتبعكم الناس اللي تعيط كلها تحكي على الماضي دوبي 21 دي دانيير زاني احكيو دوبي 22 فيفري وروح طيب كي تحكي انت سي عيسى انت كي تحكي من دوبوي لو 22 فيفري واش فيفري واش راح تقول لنا واش نهي لي حاجه نقول لهم قول لي لي شوز اون شانجي ومن دونك غادي يدير بريزيدون ديموكراتيكمون طيب والله العظيم غير ما كان حتى 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 تريش اذا ان بريزيدون يصرا ايلو ديموكراتيكمون اي ليبرمون وهذا وكي تسمعي فيا وهذا الناس اللي يقولوا حنا دي مليون دولار C'est bien, moi je suis content. Alors qu'est-ce que vous faites présenter un candidat et vous allez le طيب يعني انت يعني عيسى انت يا مع الانتخابات اللي راهي هذه تاع ديسمبر طيب طيب لو كان هل خلينا نسقسيك عيسى وخذوك خليك تهدر اسمح لي باش صح خلينا نتوانسوا دوكا يعيشك دوكا انت مع الانتخابات مش مشكله اوكي مش مشكله انت مع الانتخابات تشوف فيها باللي انت مع الانتخابات هي اللي ترتب الامور هذه نظرتك ويجب ان يحترمها كل واحد يعني اللي ضد الانتخابات يحترمها ثاني بصح هل انت عندك ولدك في الحبس عيسى لا ما عنديش عندي ولادي والله زوج والله ما يخدموا والله ربي يعيش معليش ربي يعيشهم وربي يرزقهم ويفتح عليهم ربي خلي لا عيسى ما كملتلكش بليز من فضلك طيب واش رايك لو كان عندك زوج ولادك هذا ربي يعيشهم وين تجيهم راهم في الحبس والناس هذم يقولوا لك هاي تنتخب هل يتغير رايك ولا لا والله اه كيفها بنتي الا كان زوج وليداتك هذا مربي عايش امراه في الحبس هل يتغير رايك هل تروح تنتخب ولا ما تروح والله العظيم ما يتغير رايي طيب. انا اشوف جو سوي كوم سا انا جو فوا لافنير دالجيري والله يا لو كان يريب العسكر يا بنتي زينه المليحه والله غير نوليو تليبيا على ليبيا صار لها هكا باسكو العسكر تاعها النظامي راب انا ما ناش التشكيله لا يا عمي عيسى يا عمي عيسى تشكيله العسكر تاعنا قويه جدا ما عندها حتى علاقه بالليبيا يقولوا للانتخابات بصح اكيد تسمعي فيا نسمع فيه بصح هذا الناس هذو ما حبوش يفهموا شوف فهمني شو روحنا برا نعيطوا واش من فايده انا ما عندي ما يجوا كان انتيري سي بور سا كو رشحوا كونيدا يا اخي الناس اللي في الزنقه سي سامبل رشحوا علي بالحاج سي فو فولي رشحوا بن بيتو الاخر بن بيتو رشحوا طيب. مش عارف طيب يا عمي عيسى يا عمي عيسى كلامك زين انت اسمح لي عمي عيسى انت ثاني كلامك زين ومعقول وماهيش واتمنى اصحاب في الراي تاعك هذا يتصلوا بينا مانيش احنا قمعوهم ولكن انا اشكرك اتصلت بينا وعندك وجهه نظر تاع روح الانتخابات بصح بالله عليك عمي عيسى يرشح علي بالحاج يترشح وفلان يترشح وانا نترشح وفلان يترشح طيب هل هذا الناس عيطوا لحليب الحاج في المشاورات هل عيطوا البوشاشي هل عيطوا لاحمد طالب الابراهيمي هل عيطوا البن بيتور انت يا ماشي في الدشره في احنا في التقاليد تاعنا اسمح لي انت اخي من باتنا وانا من الجهه تاع الشرق اللي ما اخي حنقولوا اللي ما عرضنيش في خطبه ما حضرنيش في خطبه ما يعرضنيش للزواج صح نتاع الحراك الحاج عيسى عمي عيسى عمي عيسى يا اخي حبيت تتوانس هنا نتوانسوا اللي ما يعرضنيش في خطبه اللي ما يحضرنيش في خطبه ما يعرضنيش في الزواج يا اخي يقولوها في الشرق صحيح يقولوها صح صح دوك اللي ما عيطليش اللي ما عيطش علي بالحاج كي هذيك لجنه المشاورات
وما عايش البوشاشي وما عايش لحبن طالب إبراهيمي وما حضرش عبد النور وما حضرش كذا، ما حضرهمش في الخطبة كلهم، وقال لهم يعني الخطبة يا أخي تعرف الجهة تاعنا الرجال يحضروا في الخطبة، إلا جاء العرس، العرس للنساء مش للرجال، صحيح؟ صحيح. أنا صح دوكا كي ما حضروهمش الناس هذو، ما حضروهمش وما شاوروهمش وما شافوش الرؤية تاعهم وما شاركوش في هذه الطبخة اللي داروها، كيف يروح يترشح؟ هل تعتقد باللي راح ينجح في الانتخابات؟ يا بنتي زينة، يا بنتي راح يحلوا له الطريق ويقولوا له انجح؟ بالصح هم قالوا لهم روحوا، اما هم ما بغاوش يروحوا. لا لا عم عيسى ما لا اسمح لي، عم عيسى انت يا الحقائق ما عندكش كلها، انت يا ما عندكش كل الحقائق عم عيسى، تخصك المعلومة عم عيسى، روح تليفوني، روح العب عليها بالحاج، روح البوشاشي على الفيسبوك تقول له استاذ بوشاشي انت عيطولك، انا نحسب عيطولك انت اللي ما حبيش تروح، ابحث على الصحه فتبينوا يا الحاج عيسى، تبين هذ الناس ما عيطولهمش وما شاركوهمش، انت ولدك في الدار لو كان يروح يخطب يتزوج ما يحضروش، ما تدخلوش دار، صح ولا لا؟ لا بالصح انا جو سوي بوليزيكسيون باش الجزائر تخرج من هذه الازمه. ممتاز ممتاز عمي عيسى، هذه النظره تاعك والفكره تاعك، ابحث على الحقيقه، واحنا كلنا نحوسوا على الجزائر تروح للانتخابات، ولكن والحراك الشعبي حوس على الجزائر تروح للانتخابات، ولكن بعد فتره انتقاليه ترجع فيها الامور دوله مدنيه، يرفض العسكر يده، يرجع عمي القايد صالح يرجع لبلاصته ومحترم ولاباس عليه. والله ساسرا اني تاسيفيدو على باسكو كيخرج الرئيس قايد صالح يروح، بدوي يروح، بن صالح يروح، كل تروح يشوفي كان بريزيدون سوايلي يخرج، شوف والله الناس كل تروح، ويرحم باباك قول للناس هذوما اللي راهم طيب. يحجوا في الحاجيات القديمه طيب. بركات ماشي 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 سي عيسى ماشي، احترم وجهه نظرك، احترم وجهه نظرك تماما، والحركة الشعبية المشكله ماهوش في مجمل وماهوش اللي يخرج للشارع راهو يشوف عكس ما انه يرى عكس ما ترى. طيب وارحب بكل وجهات نظر المعا واللي ضد. ونور الدين، السلام عليكم استاذ الكريم. سلام نور الدين، واش راك؟ الله بارك بكم العين ولا بكم الذباب، اما من حول بتاع لا 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 هذا راجل كبير وقاعد في بيتنا وعقليته تقول له وعقليته لا 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 هذه بصراحه راهي وجهه نظر ناس كثيره، وحتى المترشحين اللي ترشحوا للانتخابات وفي رايهم بلي هذا هو الحل الوحيد، حتى جماعه بنفليس وجماعه ميهوبي وجماعه في عندهم بالنسبه لهم خلاص الانتخابات وسي بون ونسويو الامور وموفون. نعم انا تكلمت لك على البت، البت نحاول بس من الناس معذره ليش راه قاعد البت نحاوها معذره ما على بالناش شكون نحاوها، لا ندري بعد نور الدين. شوفي انت عندك تعطيني دقيقه ونهضر لك قنطار هضره، قلت قنطار افكار في دقيقه طيب. نختارهم فين نختارهم لك في دقيقه. شوفي كاين كلمات حنا السياسه هذه عندك افكار ونظريات، كاين نعطيك زوج نظريات تاع نقولوا سياسيين كبار في الجزائر. عندما حدث الانقلاب اللي رانا مازلنا نعانيو من هذا الانقلاب تاع 92، ماذا قال محفوظ نحناح؟ ماذا قال؟ قال رحم الله الدبابة التي رحم الله الدبابة التي حمت الديمقراطية، وهذا هو حال المترشحين وهذا هو حال الإعلام الجزائري، غير يقولوا رحم الله الرونجاس الذي حمى الديمقراطية، ولا رحم الله جاي صالح الذي حمى الديمقراطية، والدليل راهو قدامنا في تونس. واش سر هذه الديمقراطية هذه؟ سرها أنه لا يتدخل العسكر في السياسة، هذا هو النجاح تاعها. أينما كان العسكر يقتل السياسة، إذا دخل المال على السياسة فإنه سوف يفسد السياسة، أما إذا دخل العسكر على السياسة فإنه سوف ممتاز. يقتل السياسة. خلاص نور الدين خلاص دقيقة. قلت لي في دقيقة نقدر نهضر بزاف. بعدها قال الديمقراطية التي تحميها الدبابة فإنها ديمقراطية مريضة. رحمة الله على سي مهري، وسنرى كيف سيكون مسار الحراك هذه المرة، وعلى كل حال كما يشاء الحراك، كما يطلب الحراك نحن نساند الحراك، كما يطلب يعني مطالب الحراك نحن نسانده مهما كانت. طيب أنا أشكرك نور الدين الصادق من عنابة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
شوف يا أخت، إن الشعب الجزائري بالنسبة لعملية الانتخابات هل لازم أروح ولا ما نروحوش؟ المشكل سيك الانتخابات كما يقولوا عرس ليلة ثمانتو عام. صحيح. باش يقوم هذا لازم يكون ظروف مهيئة يسمح فيها لكل شخص بحرية تامة يتقدم للانتخابات. ولكن هذه الظروف باش نكونوا انتخابات عندها مصداقية وعندها نتيجة، لأن الحل الانتخابات ليست هي كل الحل، هي مرحلة من البروسيسوس كامل. فإذا لم تكن المراحل دو بريباراسيون تاع لي زيليكسيون هذو ما يكونوش مراحل في يد الناس نزهاء، في يد الناس اللي يحبوا البلاد، في يد الناس في اطار شفاف، في اطار عدل، ما تنجمش تكون انتخابات ما عندها مصداقيه. فالعمل نحن كما نشوفوا، واش قال سي مهند حمروش؟ قال لك ولو ننجح في الانتخابات ما نقدر ندير والو. ولا ما حطينا السؤال لماذا قال حمروش ما نقدرش ندير؟ هنا نقلب الموضوع. وان شاء الله الشعب راهو يعرف الصحيح من غلط، ونحو علينا هل التعسف والقوة والكلام خارج الطريق والتخوين ما يفيد والو، ما يفيد والو، يكفينا. نحن هلكتنا الرداء، هلكتنا التخلف، خلينا نشوف قدام، نتقدموا، نرجعوا بلد عادي يتطور. الجزائر مرتبتها بالحق. طيب كيف يمكن ان تقنع الصادق؟ يعني عم عيسى يتصل من باتنا ووجهه نظره نحترموها، ويقول عندي زوج اولاد ما يخدموش، ومع ذلك يشوف الانتخابات هو الحل. اذا لقيت صالح لما يخرج ويخطب ويقول انا الحل وانا ارافق، هو يعرف انه عنده ناس ممكن يقبلوه أو هو اللي هو يلعب على تفريق الشعب، كما يحصل هنا في بريطانيا، نفس الجدل حاصل في بريطانيا اللي ضد خروج بريطانيا من 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 الاتحاد، واللي مع بريطانيا اللي تخرج من الاتحاد، وحاصل انقسام كبير في بين الشعب البريطاني. هل الغرض هو أكبر من وجهات نظر، ولكن هو تفريق الشعب كما حصل في التسعينات؟ شيطنوا الجبهة الإسلامية للإنقاذ، شيطنوا الإسلاميين، صاروا اللي مع الإسلاميين، صاروا ضد الإسلاميين، صاروا الإسلاميين الإرهابيين، صار القضاء على الإرهاب، وتحزبت وانقسم الشعب. وهل نحن أمام نفس الفكرة ونفس الممارسة الآن نحن نشوف فيها؟ هل متفطن الشعب لهذا السيناريو، هذا الخطة هذه؟ يبنيها الجميع، الجزائر من كل جميع، ويبنيها الجميع. الجزائر مرتبتها في 15 من حق الدول في العالم. الجزائر راهو عملاق مقيد يا ناس، الجزائر راهي عملاق مقيد. خليوا البلاد تطلع، خليوا البلاد تتطور، خليوا الشباب تخدم، خليوا الناس تعيش بحرية، تقدم، علم، العلم، 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 بالعلم، بركة الكلام الخارج الطريق والنفاق طيب. شكرا لك، بارك الله فيك صادق من عنبة، بارك الله فيك، شكرا لك. انا اعتذر للتوفيق من الاربعاء عبر خدمه السكايب، انتهى وقت البرنامج، ولكن التغطيه مستمره، وزميلي عثمان سبق عنده تغطيه في الليل ويفتح الخطوط، وسيسعد بمشاركاتكم. اشكركم جزيل الشكر. الحراك الشعبي، الثوره الشعبيه مستمره، والتغطية المغاربية مستمرة، وشاشة المغاربية تعود لكم إن شاء الله في أقصى فرصة، وسنتحرى الخلل وسنعود لكم. تابعونا عبر المغاربية دوت تي في، الفيسبوك، يوتيوب. إلى اللقاء.